تحياتي لكل الساده المشاهدين، واهلا بيكم في فقره جديده من برنامجنا. كلنا عارفين ان الجسم عباره عن مصنع بينتج منتجات كتيره جدا، بس النهارده هنتكلم عن المبيض. المبيض عباره عن مصنع بينتج البويضات، يعني معنى كده لو حصل اي خلل او اي مشكله في المبيض بيحصل خلل في التبويض، يعني ممكن يحصل ضعف في التبويض. وطبعا اي سيده بتسمع ان عندها ضعف في التبويض بيحصل عندها قلق وتوتر، ايه سببه، ايه علاجه، كل ده هنعرفه. بس الاول خلوني اشكر شركه ميركل للادويه ان هي بتعمل على رعايه حملتها تبقي ماما. الحمله بتعمل على توعيه كل سيده عندها مشكله في الانجاب، بتعرفها الاختبارات وكمان بتجاوب على كل اسئلتها. طبعا كل ده تحت اشراف نخبه من اكبر اساتذه النساء والتوليد والعقم. شكرا شركه ميرك. خلونا نرجع لفقرتنا وحلقتنا النهارده وهو ضعف التبويض. بس الاول خلونا ارحب بضيفي وهو اسم كبير في هذا المجال، استاذ دكتور محمود عبد العليم، استاذ امراض النساء والتوليد جامعه اسيوط، عضو الجمعيه الامريكيه للطب التكاثر. اهلا بيك يا دكتور، نورتنا. اهلا بيكي، منوره بيكي. اهلا بيكي وسهلا. دكتور محمود، عايزين نعرف في الاول خالص زي ما انا قلت ان المبيض عباره عن مصنع بينتج بويضات، لو حصل فيه خلل بيبقى ضعف، ايه اسبابه وليه بيحصل كده؟ اولا لازم نبقى عارفين ايه الطبيعي. الطبيعي ان السيده دي وهي لسه جنين في بطن مامتها بيتكون جواها البويضات، تفضل عايشه بيها لغايه سن البلوغ، تبتدي تشتغل الهرمونات وتبتدي تطلع البويضات دي بصورة منتظمة شهريا، ده اسمه التبويض المنتظم. الكلام ده عشان يحصل لازم يبقى فيه غدد اسمها الغدد الصماء شغالة كويس، واهم ثلاث غدد بيخصوا التبويض: الغدة النخامية، الغدة الدرقية، الغدة فوق الكظرية. الثلاثة دول بيشتغلوا بطريقة فيها هارموني وفيها اتساق رائع جدا، بحيث يطلع لي كل شهر بويضة ناضجة تصلح لحدوث حمل سليم. وبالتالي لو الحاجات دي اي واحده من دول فيها خلل يبقى بالتالي بيحصل ضعف فين؟ في التبويض. زي ما انت قلتي في المقدمه الجميله بتاع حضرتك موضوع المصنع. اي مصنع في الدنيا بتدخل له مدخلات تاخد منه مخرجات. ادخل له اكل سليم، ادخل له غذاء سليم في اوقات صح، ادخل له راحه سليمه، ادخل له سلام نفسي، كل ده يطلع على طول تبويض سليم. منظمة الصحة العالمية في السبعينات، يعني من أكتر من 50 سنة 60 سنة، قالت يا جماعة لو سمحتوا التبويض ده ومشاكله هم أربع حاجات كبار: خلل في الغدة النخامية، تكيس المبيض، ارتفاع منسوب ومستوى هرمون اللبن في الدم، وآخر حاجة اللي هي فشل المبيض الأولي اللي هو المبيض مفهوش بويضات. ودي حالة نادرة جدا ان مفهوش بويضات او عدد البويضات فيه قليل. وبالتالي احنا كأطباء واحنا بنتعامل مع الحالات دي لازم نبقى عارفين ان في الاربع اسباب الكبار دول. الحاجة الاخيرة في الصحة العالمية قالتها، قالت others يعني اسباب اخرى. اسباب اخرى اشهرها قصور الغدة الدرقية. يبقى كان بقى عندنا خمس اسباب كبار ممكن ينتج من واحدة فيهم او مجتمعين موضوع تكيس المبيض، مش متقسم، مش تكيس، ضعف التبويض. ضعف التبويض. طيب ضعف التبويض يا دكتور بتبدا معاه العلاج ازاي؟ عشان اعالجه لازم اشخصه. لو سمحتوا يعني في براكتس كده او في دايما اروح للدكتور يقوم يديني منشط، ده شيء اصبح من الماضي. المفروض اعرف السبب ايه، انا في اني مجموعه من الخمس مجموعات دول. هل انا عندي ضعف غده نخاميه ولا ضعف غده درقيه ولا عندي تكيس مبيض ولا عندي زيادة إفراز هرمون اللبن ولا عندي اللي هو فشل المبيض أو عدم وجود عدد كافي من البويضات. أول حاجة لازم نشخص مظبوط، وبناء على كل حالة من دول أشخصها أبتدي أدي إيه العلاج بتاعها. يعني جدلا مثلا لو الست دي عندها فحصت كويس، خدت تاريخ مرضي كويس، شفت انه مثلا في عدم انتظام في الدورة، شفت في الام الدورة المنتظمة اللي بتيجي اول يوم او تاني يوم مش موجودة، لقيت كمية الدورة ابتدت تقل كل شوية، هبتدي اعمل فحوصات بالسونار المهبلي وابتدي اعمل التحاليل الهرمونية اللي بنعملها دايما اليوم التاني او التالت من نزول الدورة. التحاليل دي مع السونار ده بيحدد لي انا في اني مجموعة من الخمس مجموعات. اول ما اعرف المجموعه ابتدي اشتغل عليها. فلنفرض طلعت مثلا انا عندي، لا المريضه دي عندها ضعف في الغده النخاميه، يبقى على طول ضعف الغده النخاميه يتم علاجه باستخدام
تنشيط معين هرمونات الغدة النخامية. لا طلع السبب ضعف في الغدة الدرقية، بمجرد ما تاخد علاج الغدة الدرقية الطبيب هيشتغل لوحديها من غير اي تنشيط ولا تدخل نسائي، بنبعتهم للزملاء في قسم الغدة الصماء يظبط لها الغدة الدرقية بتاعتها، ترجع النسب تفرز كويس، يبقى موضوع انتهى. لا لقيت السبب القصة كلها في زيادة هرمون اللبن. زيادة هرمون اللبن يبقى علاجه مضادات افراز هرمون اللبن، يبقى بالتالي على كل حالة بنفصل العلاج بتاعها. يعني بداية التنشيط يا دكتور مع بداية التشخيص او بعد التشخيص على طول؟ انا شخصت عالجت السبب وبعد كده ابتدي التنشيط، لو علاج السبب لوحده ما كانش كفاية. طيب دكتور، مع تطور العلم والابحاث بدات في حاجات كتيره تظهر لضعف التبويض، وبقينا نسمع دلوقتي عن الم الخصوبه، تمام. ممكن تكلمنا عنه؟ زي ما اتفقنا بدانا ببرشام وبعد كده بحقن، وبعد كده ابتدت الناس الحقن دي كانت بتجيبها منين؟ الحقن دي كانت بتيجي من مصادر اليورين او البول بتاع السيدات، فكانت كميات الهرمون فيه مش محسوبه بدقه، ممكن باتشة بتاع الدواء تبقى فيها الكميه زياده شويه، ممكن باتشه تانية تبقى اقل شويه. راحوا ابتدوا يحسبوا دلوقتي كميه الهرمون في كل حقنه بالمايكروجرام، جرعه محسوبه بدقه شديده. جم بعد كده قال لك لا ده مش هنحسب المايكرو بس، ده انا هحسب هدي العيانه قد ايه من كل حقنه. الحقنه دايما بتيجي في صوره بريفيلد سيرنج، سرنجه جواها الهرمون ومترقمه. انا هدي العيانه كل يوم ما يساوي 62 وحدة ونص، ما يساوي 50 وحدة، اللي انت الجرعة اللي عايز تديها بالظبط بتظبط الماركر العداد بتاع الحقنة وتديه لها. وهو عشان بريفيل سيرنج شكل الألم فسموه ألم ايه؟ ألم الخصوبة. مستو انه نمرة واحد جرعة مظبوطة بدقة شديدة جدا. تاني حاجة المحتوى الهرموني اللي هو الألم ده اللي هو أعلى حاجة في الدنيا، اللي هو هرمون مصنع بطريقة الهندسة الوراثية، وده الجيل الاخير خالص من الهرمونز، وبالتالي موضوع اختلاف الجرعات اللي قلنا ممكن باتشة كويسة وباتشة مش كويسة في اليورينري اللي هو بيجي من البول دوت ما بقتش ايه موجودة، بقت الجرعة محسوبة بدقة شديدة. طب هل كل سيدة دلوقتي بتتفرج علينا بتقول انا عندي ضعف في التبويض معنى كده ان مش هيبقى فيه انجاب، ولا دي حاجة ودي حاجة؟ طبعا الست تبويض فبالتالي مفيش تبويض، لو ما تعالجش مظبوط للاسف مش هيبقى فيه انجاب. الهدف من الكلام اللي بقوله ده كله ان احنا عايزين الجماعه دول نشوف ايه سبب ضعف التبويض بتاعهم، واحده من الخمسه الكبار اللي قلناهم، ونبتدي ايه نعالج فيها. للاسف الشديد فيهم اربع اسباب قابلين للعلاج، لكن موضوع ضعف المبيض الاولي اللي هو البرايمري اوفيريان انسفيشنسي اللي هو فشل المبيض لانه ما فيهوش بويضات، ده لغايه دلوقتي الابحاث العلميه ما وصلتش لحل جذري فيه نقدر نساعد بيه الناس. لكن لو في ضعف في الغده النخاميه علاج، لو تكيس على المبيض ليه علاج، لو لخبطت هرمون اللبن او لو لخبطت الغده الدرقيه كل ده علاجه بسيط وسهل، والناس ما شاء الله ربنا بيكرمها وبتنجب باذن الله. طيب امتى بتنصحي السيده او الزوج والزوجه ان هم يلجأوا لعمليه الحقن المجهري لعلاج او للانجاب عشان عندهم ضعف تبويض؟ كويس. لو القصه كلها في ضعف التبويض وانا قدرت اظبطه بصبر عليها من 6 ل 12 شهر. اوكي. مع متابعه جيده ان كل شهر او كل شهرين بطمن البويضات بتكبر وبتطلع في ميعادها الطبيعي، وبتحصل علاقه زوجيه منتظمه في ايام خروج البويضه، ونتابع الكلام ده من 6 ل 12 شهر. امتى 6 وامتى 12؟ لو هي ست صغيره اقل من 35 ممكن استنى 12 شهر عندنا فرصه. لكن الست اللي بيجي لك بعد سن ال 35 36 37 بتبقى دخلت في سن كريتيكال شويه. كريتيكال يعني ايه؟ يعني ابتدى المخزون الكميه البويضات لوحديها تقل في العدد وفي الجوده. فبالتالي ما تقدرش تقعد تنتظر معاها فترات طويله، بتضيع عليها وقت ثمين جدا في العلاج. يبقى اقل من 35 ممكن اقعد 12 شهر اتابعها. ما حصلش حمل بنلجأ للحقن المجهري. اللي فوق ال 35 او 36 او 37 كفايه عليها 6 شهور انتظار وكده بتمشي في سكه الحقن المجهري. طيب نصيحه بقى يا دكتور توجهها لكل سيده بتسمعنا وعندها مشكله ضعف التبويض وعندها طبعا القلق والتوتر اللي انا قلت عليه في الاول. بصراحه هم نصايح كتيره وذهبيه. ليه ذهبيه؟
لانها ما بيكلفناش حاجه. يعني لما اقول للست لو سمحتي انت وزنك زياده شويه لازم وزنك يقل. طب يقل كام يا دكتور؟ يقل 10% من وزنك دوت، نسبه تبويضك ترجع طبيعيه بنسبه 50% من الستات. طيب اخس ازاي؟ طبعا مدارس كتير وانظمه كتير وبنقرا كتير وعلى السوشيال ميديا كتير، لكن الخلاصه في النهايه ان انا عايز بالطريقه اللي تريحك او تريح اختصاص التغذيه اللي بتابع حضرتك تقلي 10% من وزنك الحالي. الحاجه الثانيه شرب الماء. شرب الميه في الصيف من 3 ل 4 لتر، في الشتاء لتر ونص في اليوم، ده لوحدي مفيد جدا جدا جدا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحاجه الثالثه نوع الاكل اللي باكله. هل اكل جنك مليان زيوت ومليان نشويات ودهون ولا لا ده حاجه هيلثي، باكل حاجات خضراء، باكل فاكهه، بافطر بحاجه معينه، بتغدى بحاجه معينه. الحاجه الرابعه النوم المنتظم. اللي تقول لك ده انا بنام 20 ساعه في اليوم ده غلط. ليه؟ لان هو الهرمونز بتاعت الجسم دي شغاله بسيركاديان ريزم. سيركاديان يعني ايه؟ ليها طريقه افراز ليها علاقه بالشهر بتاع البيريد، ودايورنا الريزم يعني ليها علاقه بفترات اليوم. المفروض بالليل اكون نايم، انام كام؟ 8 ساعات، انام كام؟ 6 ساعات، في النهار اكون صاحي، ده بيخلي الهرمونز تشتغل صح. النوم القليل نفس الكلام برضه غلط. ليه؟ لانه برضه قله النوم بتؤدي الى لخبطه في الهرمونز. ممكن كل الكلام ده كله يكون عباره عن خلل في الغده النخاميه او الغده اللي فوقيه اللي هي الهايبوثالامس. قله النوم، كثره النوم، لخبطه مواعيد النوم يخليها ما تشتغلش مظبوط. يبقى اتفقنا على الوزن، اتفقنا على شرب الميه، اتفقنا على نوع الاكل بتاعي، اتفقنا على طريقه النوم بتاعتي. الحاجه الاخيره اللي لازم الناس كلها تبقى واخده بالها منها السلام النفسي. السلام النفسي يعني ايه؟ يعني مش عشان ما عنديش دلوقتي يبقى مش هجيب، مش عشان عندي ظروف يبقى اتوتر، مش عشان لسه ربنا ما اردش يبقى قلق، مش عشان كده لا. احنا لازم يبقى في سلام نفسي انه العاطي هو الله، وان انت ماشيه مع طبيبك ومرتاحه معاه وماشيه ان الدنيا بيطمنك يبقى تطمني. الجزء دوت مهم جدا جدا وللاسف مفقود في بيوتنا، لان احنا العاطفه عندنا شديده جدا. من تاني شهر، من تالت شهر جواز، ايه انت ما خلفتيش واسحبي على الدكتور، ده كلام المفروض ما يحصلش. كل البيوت كده وجوزها جايبها وجوزها قلقان وياخدك على جنب، لا الكلام ده كله المفروض ما يبقاش موجود. في سلام نفسي علشان الهرمون تطلع بطريقه كويسه، وعشان تبقى عارفه هرمون اللبن اللي هو يمثل جزء من الخمس اجزاء بتوع ضعف التبويض، زيادته نمره واحد سببها التوتر، نمره اتنين سببه النوم الكتير، وسببه النوم القليل. يعني تتخيلي ان فيه هرمون، يعني الاعتدال للمرحله دي احسن حاجه. ده يخلي هرمون يوطى. تخيلي انت واحده قلقانه وبتنام قليل او بتنام كتير وعندها توتر وعندها عصبيه، هتلاقي على طول مهما اي دكتور حاول يساعدها بنامت هرمون اللبن عالي مش هتحمل. اول ما توطى الهرمونز دي بعد تاخد جلسه نفسيه كده تهدى كده خالص ونحاسب بعضينا ناكل ازاي ونشرب ازاي وكده، هتلاقي الدنيا بنسبه اكتر من 70-80% حصل الحمل بامر الله سبحانه وتعالى. طيب في اسئله يا دكتور بتيجي على صفحه هتبقي ماما على الفيسبوك، بتقول لحضرتك اول سؤال: انا معايا طفل عمره 8 سنين وحصل لي اجهاض 8 مرات. 8 مرات. الدكتور قال لي ان عندك اجسام مضاده وانا مش عارفه اعمل ايه. تمام. اولا الاجسام المضاده ده مرض شهير في مصر. اوكي. سببه غير معلوم. تشخيصه سهل جدا والدكتور شخصها ان عندها اجسام مضاده. علاج الاجسام المضاده لغايه وقت قريب كان عباره عن حاجتين بس. انك انت بتدي ادويه تعمل سيوله في الدم، وبالتالي بتغطي التاثير بتاع الاجسام المضاده. الحاجة الثانية انك تدي كورتيزونات بجرعات متوسطة عشان تمنع الأجسام المضادة انها تطلع. اوكي. حديثا من كام سنة كده ابتدت لا تطلع مجموعة من الأدوية اسمها اميونو موديوليتورز. ايه اميونو موديوليتورز؟ يعني حاجات بتحور المناعة، تخلي الجسم والأجسام المضادة ما يشوفوش بعض. يبقى الجسم المضاد شغال لكن ما يشوفش الجنين.
وبالتالي ما يهاجموش وما يسقطوش. فبقى الترند في الدنيا كلها دلوقتي ان احنا بنقلل استخدام مضادات التجلط وبنقلل استخدام الكورتيزونات وبقينا نلجأ لاستخدام الاميونوموديوليتورز. فالسيده دي هتستفيد اكيد من الاميونوموديوليتورز اللي هي الادويه اللي بتظبط المناعه، تخلي الاجسام المضاده ما تعرفش على الجنين وبالتالي ده من سكه وده وما تهاجمهوش. طب السؤال اللي بعديه يا دكتور، انا عندي 34 سنه متجوزه من سنه ونص وتحاليل زوجي سليمه، بس هي عندها مشكله تكيس على المبيض ووزنها زياده شويه، فتبدا بادويه التنشيط ولا لا؟ متجوزه ليها قد ايه؟ سنه ونص. سنه ونص اكيد راحت للدكتور واكيد شخصها اكيد راحت ثلاث اربع دكاتره للدكتور واحد. التكيس المبيض بالذات عدو الوزن. اوكي. ليه؟ لانه الميكانيزم او الطريقه اللي بينتج بيها تكيس المبيض في جزء كبير منه ليه علاقه بالسمنه. يبقى دي نمره واحد لازم تخس. ونمره اتنين لازم تخس. ونمرة ثلاثة لازم تخس. يعني الحل الأخير هو إن هي لازم تخس. بعد ما تخس زي ما اتفقنا من شوية حوالي من 5-10% من وزنها. إما ما عملتش لوحديها تبدأ التنشيط. طب نفرض هي مثلا قالت أنا مش قادرة أخس. أوكي. بنحاول نساعدها، مش هنخبط راسها في الحيط، مش هنزعلها، مش هنصدمها، لا. هنقول لها أنت عليك شوية وإحنا علينا شوية، نفضل نحاول لغاية ما نوصل بوزنها لأحسن وضع. ولو قدرنا نلتزم بنظام غذائي مع التنشيط ممكن تفيدها الادويه اللي هي مجموعه الميتفورمين. الميتفورمين ده ينفع في الناس الملتزمه غذائيا. اللي مش ملتزم غذائيا وبياكل وبس مش هيفيده الميتفورمين. لكن الملتزم غذائيا وقدر يعمل كنترول على اكله هيقلل وزنه بسرعه ويحسن اداء ادويه الخصوبه معاه. طيب في سؤال تاني يا دكتور، بتقول لك انا بنوته عندي 27 سنه ولحد دلوقتي لسه ما اتجوزتش، وعايزه اعرف هل ممكن يكون عندي مشكله في التبويض ولا لا؟ في تحاليل معينه او اشعات معينه اعملها قبل الزواج اعرف ان في مشكله دي ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا. اي بنت بعد سن ال 18 لازم تبقى مراقبه البيريود بتاعتها. اوكي. ودلوقتي على الموبايلز في ابلكيشنز بتدخلي لها الفيرست داي اوف بيريد او اليوم في البيريد ومدتها قد ايه والخصائص بتاعتها قد ايه، وهو بيديك كونكلوجن انت طبيعي او مش طبيعي. طيب البنت دي بتقول عايز اعرف من غير موبايل ولا بتاع، لو دوره منتظمه بتيجي كل 28 الى 35 يوم، مدتها 3 الى 5 ايام، مصحوبه بألم بسيط عباره عن مغص في اول يوم، يبقى دي تبويضها كويس بنسبة 95%، مش محتاجة أي حاجة. لو في أي حاجة من دول مختلة، يعني بتبعد بتأخر شوية أو الكمية قلت شوية أو المغص حساب ابتدى يختفي، هنا بتلجأ للاستشارة الطبية. ولو سمحتوا ما تتأخروش في الاستشارة الطبية، ممكن تبقى حاجة بسيطة جدا لما تقعد تزيد وتبقى علاجها صعب، في الأول بتبقى علاجها سهل وبسيط. ده أكيد. شكرا ليك يا دكتور نورتنا، بشكر اسم كبير في هذا المجال أستاذ دكتور محمود عبد العليم أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة أسيوط. شكرا ليك يا دكتور. شكرا ليك يا أستاذ المشاهدين. بشكر كل السادة المشاهدين وانتظر كل جديد في الأطباء.